يسعد صباحكم مشاهدين الكرام، مشاهدي شاشة الرشيد الفضائية، بيوم جديد يا ربي يوم يكون مليء بالتفاؤل والمحبة والعافية. يا عافيتي أنت وعافية شاشة الرشيد الفضائية. حبيت اللوك اليوم. صباح الخير. صباح النور. شلونك اليوم؟ مش مشكلة، يمكن حسدت. صار عندي مشكلة بالعين اليسرى، صار عندي مشكلة وإن شاء الله فترة وأخرها. بس اليوم إن شاء الله الحسد يعبرك. يا رب إن شاء الله ما يطول عندنا. طبعا صباح عليك وصباح المشاهدين الكرام، ونبدا كالعاده اليوم بالنسبه للصبر اللي بدي احكي عليه، الصبر والتحمل. طبعا شكري وامتناني للصديقه العزيزه الي من امريكا، من اريزونا، اللي رسلت لي هالشعر الحلو زميلي مصطفى، اللي هي: ايها الموجوع صبرا، ان بعد صبر ان بعد الصبر بشرى، ايها الباكي ليلا سوف ياتي النور فجرا، أيها المكسورة قل لي هل يديم الله الكسرة، يا عزيز القلب مهلا، يا عزيز القلب مهلا، إن بعد العسر يسرا. يا رب إن شاء الله يكون. تحياتي إلي اسم بابو، تحياتنا إلها ونصبح عليها. يا رب يخليك. حبيت الحكمة واليوم وكل شيء ذواقب هالمواضيع، دائما دا أستعين بها باختيار هالمواضيع. أنت ذواق، فأكيد الناس تنتقيك بكل ذوق. يا رب يخليك، يا رب يخليك. مشاهدي الكرام، خلينا نبلش وياكم استعراض فقرات حلقة هذا اليوم. الصباحية، عروض الأزياء الحمراء للتوعية بمخاطر أمراض القلب. مشروع لإعادة الاهتمام بآلة الناي في الأردن. صناعة الفخار حرفة تعود لقرون في المغرب. هذه فقراتنا الخاصة بحلقة هذا اليوم، وفقرتنا الأساسية لصباح اليوم فقرة الإفطار. شنو رأيك اليوم؟ اليوم أبل باي، فطيرة التفاح. يعني احنا سولفنا انه فطار نشأت في كندا، ودائما اتكلمت عنها انه حتى قيم مهرجان في كندا في سنة 2014 تم بيع 200,000 قطعة من الفطار. موجودة هواية بالبابكن، بالبينوت بتر، زبدة الفول السوداني، باليقطين بغيره. بس اليوم راح نشتغل الفطيرة اللي هي مشتركة بين امريكا بين انجلترا، اللي هي فطيرة التفاح. تحديدا التفاح الأخضر، يعني لو أخضر التفاح. أحمر، أصفر، شنو عندك خلي؟ ها حلو. شنو اللي موجود؟ أي لون المهم تفاح؟ بالتأكيد ممكن إنه تخليه يكون طيب بالتأكيد. شنو تحب تبدي لون أخضر طقس؟ نبدي نشتغل على المقادير شوية، لأن يعني شغلها شوية اليوم مطول. يلا أوكي. طبعا هي العجينة نفسها عجينة التارت. أعزائي المشاهدين نرجع نصبح عليكم، يا رب صباح خير وعافية عليكم. نفس عجينة التارت لكن شغلها شوية يختلف. نحتاج مكان بارد، اسمعوني، نحتاج مكان بارد شوية بالشغل. الزبد ما يريد يذوب، وبعد نقوم انه ما نسيطر على العجينة اللي عندنا، لان هي تقريبا غالبيتها او النصف من مكوناتها هي من الزبد. العجينة موجودة وراح نشتغلها بعد ما اشتغل التفاح، اللي هي الزبد والسكر الباودر والبيض بدون اضافة المي اكيد. هذا اللي موجود عندي فيما يخص العجينة. اللي أريد أشتغل به عفواً على التفاح. التفاح هنستخدم الآلة اللي قلت لكم عليها سابقاً. طبعاً هي اشتغلت لي قبل شوية، دا أشوف طريقة عملها للزملاء. اللي هي للفواكه تستخدم دائماً. إنه هاي راح أقدر بهاي الآلة إنه أطلع النوى والعود اللي موجود في بداية التفاحة. هاي أستخدمها دائما، وممكن دائما نشوف إنه يستخدموها كذلك بالأرجيلة الفريش، دائما يفتحون بها الأناناس أو البرتقال كذلك. بهاي راح نشتغل بهالشكل هذا، الشكل هذا. أنا راح أخلص من ما موجود عندي شيخ محشي مال التفاح. بالضبط. نطلع اللي موجود عندي هنا بدون ما
يعني شيء مطول او معقد على طول بهالشكل هذا. ونطلع اللي موجود عندنا. نستخدم 7 إلى 8 تفاحات حسب رغبتنا، ممكن اكثر ممكن اقل، شلون ما يعجبكم. هاي دائما استخدموها، حتى انا استخدمتها، مصطفى استخدمتها بالبصل بالدولمه انه بالشكل هذا سويته بوقتها. حلو. هاي طلعناه منها ونبدي انه نقشر التفاح اللي موجود عندي. تريد اساعدك اقشر وياك تفاح؟ لا قلبي، يا ريت ناخذ المقادير زي المخرج على مود نرجع نقشر التفاح. مقادير موجوده عندي بالجو. فطيره التفاح موجوده عندي، نفس العجينه التارت، لكن اللي يختلف عندنا هو الحشوه اللي راح نشتغلها بالتفاح الاخضر. ليت التفاح الاخضر 7 حبة عندي، والسكر 1 كوب، والطحين والملعقة الطعام 2 بالنسبة للطحين، والدارسين والبرش الليمون وعصير الليمون ونكهة الكراميل. اوكي التفاح اللي عندي بالشكل هذا، بين ما اني اقطع التفاح حضر عندي الجدر يكون على النار. أبدأ أقشر التفاح. كل هذا هاي قبل يقولون اللي ما تنقطع حمر تقشيره يعني يحبوه هواي. انا شو يوميه تقطع، اليوميه تقطع في البرنامج ليش؟ هذا القشر وين حتودي؟ هذا اكله انا مخليه بيها. والله كلش مفيد، بس هو بالابل باي احتاج انه التفاحه تطرى شويه عندي، ولما تطرى راح يكون عندي شنو القشر مالتها راح ينشز برا ما موجود بيها. صحيح. فاحتاج انه ابعد القشر عنها. خذناها ثاني اكو راح حلقه. يلا خلاص، ذكرني مال نيرس، تتذكر كان يقشر هيك الرات وياه؟ اي صح. يوم المعتقدات نقول لك من تقشرها، من تقشرها وما ينقطع عندك شيء يعني يحبوك. كل هذا قطعت وما يعني ما يحبوني هسه؟ بس واحد يحبني، وش 2 عشان احبوني الباقي ما يحبوني. انا ما احبك. هاي مو لي الكنترول طبعا. لا انت عورتني هناك حبيبي. خلينا نشوف سديد بالله. هاي السديد، هاي شوف سديد. يا الله بابا سديد ما تحبني. انقطعت. شو انت ما تحبني سديد؟ انتبهوا على هاي المراحل اللي راح نشتغل بيها احنا. هسه التقطيع عندي راح نبدي بيها بالبدايه. يعني مو كلش تخلوها تكون رقيقه جدا، لان هي وراها يعني طهي، وراها سكر، وراها هوايه اشياء راح يصير عليها التفاح. شويه انطيها سمك. من الضروري جدا انه قبل
يعني من تحشون الفطيره تجون تخلون التفاح يكون بارد. ليش؟ لان يعني انا عندي بالتفاح راح يكون حار، والعجينه بها زبد، العجينه راح اكون منها خيوط. هاي الخيوط راح اسويها بالعجينه، اذا كانت حشوة التفاح حارة راح يسبب لي مشكلة انه تقطع العجينة، فلازم انه انا اشتغلها بشكل بارد. اكو البعض يعني انا اللي شفته برا في اوروبا او غير مكانات انه يشتغلوها بصوص. الصوص شنو يكون؟ يخلوه زبد، وبعد الزبد يخلون الطحين، ووراها يخلون السكر وهالمواد. احنا اليوم راح نختصرها بهالشكل هذا، خلينا الزبد، ما اخلي الزبد عموما الحيواني لو تركناه فتره اطول راح يتعرض انه يسود. فاني اول ما اخلي الزبد اخلي التفاح وياه، اغير فاغير لو ما رضيت علي. ها انزل، لا خلاص هذا هو. شوف مو قلت لك هسه بسرعه راح الحسد، شلت النظاره، راح الحسد. بعد ما خلينا مصطفى الزبد والتفاح، اضيف السينامون الدارسين عندي، اضيفه شيء اساسي عندنا الدارسين، كلش اساسي عندنا بالابل باي او فطيره التفاح، كلش اساسي. عندي عصير الليمون اللي راح اشتغل عليه، الليمون ايش راح يسوي عندي؟ الليمون لما راح يشتغل على التفاح راح ينزل المي اللي موجود بالتفاح. شلون راح امتص المي اللي موجود بالتفاح؟ بإضافة 3 ملاعق طحين أو ملعقتين. فهي كلها معادلة ثابتة بالنسبة للطهي، معادلات ثابتة ما تتغير أبداً. خليت ليمون، طلع المي اللي بالتفاح، المي راح يبقى جوا عندي، المي راح ينزل، يجي السكر والطحين راح يمتص لي. الماء موجود عندي من سوائل، شوفوا بدأ رأساً بدأ المي ينزل عندي هالشكل هذا من التفاح. هذا المي شلون أمتصه؟ أنه أخلي الطحين والسكر بعد شوية. يا ريت زميل المخرج تعيد لي المقادير اللي موجودة عندي بالنسبة للباي. هاي بالتأكيد المقادير موجودة مثل ما واضح عندكم، اهم شيء انه تهتموا لي بحشوه التفاح اللي بدنا نشتغل عليها. شكرا جزيلا زميل المخرج. يبقى عندنا برشه ليمون، الشكل هذا راح تكون عندي. جوز تستغربون لكن اني ما خليتها المقادير، لكن احب اضيف جوزة الطيب، كذلك برش جوزة الطيب شويه ويا التفاح، تنطي فد مزيج كلش حلو راح يصير. الشكل هذا شوفوا ما موجود هسه، قبل اضافه السكر، شوفوا اضافه السكر شنو راح يصير عندي، راح يبدي ينزل المي بشكل اكثر. وقبل كل هذا انه اني اضيف الطحين، الطحين راح يشتغل هنا قلنا على شنو؟ انه يمتص لي السوائل اللي صارت. شوف السوائل اختفت، ماكو بعد السوائل، بدا يصير عندي شيء تقريبا مو بالمية بالمية، شيء مقارب للرو اللي لما نريد نسويه، لما نريد نشتغل البشاميل الرو بده يصير عندي هنا، لكن مع السكر بين الزبد بين الطحين بين الصوص اللي موجود وين عندي بالتفاح. الشكل هذا صارت، اتركها
اتركها شويه والعجينه مقادير راح اشتغلها قدامكم. كان انا بالتاكيد محضر عجينه قبله. ثواني بين ما حضر غرض العجينه تاخذ الطقس، شنو رايك؟ يلا اوكي. يلا مشاهدينا الكرام، خلينا نروح نشوف حاله الطقس المتوقع لهذا اليوم وبعدها نكمل ويا شيفنا عرفان. إذن هذه حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، خلينا نرجع ويا شيفنا عرفان ونشوف وين وصل. هسه راح نوصل على المرحلة المهمة جدا، انه العجين مثل ما قلت لكم نوهت عنه، انه هو عندنا الزبد والطحين والبيض والسكر الباودر. اكيد اكثر من مرة عجنتها عجينة التارت قدامكم، واختصارا للوقت لان عندي شغل هواية بهاي. هاي العجينة كاملة عندي. هنا راح نشتغل رياضيات على طبخ. يعني اضعف ماده اني بيها واني هم. اوكي كل شيء الا رياضيات الحين اللي موجود. اي رياضيات هسه هنا ثابته، راح ندخل دخله على الفيزياء كذلك. اي فيزياء ممكن، تخيل يعني فيزياء وكيمياء، يعني كان الاساتذه يقول شلون تجاوب رياضيات تقدر تجاوب. بالضبط، يعني كلها معتمده على الرياضيات. بالضبط. اي سلو شيلوا الرياضيات ويلغوا. ها؟ لو يلغون الرياضيات لا وين يطلع؟ شلون نحسب؟ يعود انا لحد الان احسب باصابعي. لحد الان انا 1 2 3 وداغلط ارجع اعيد. ما سعي صالح زارع ايدي بفتكر القرايه من اولها. راح تكون بهالشكل هذا. هاي العجينه وين؟ هاي العجينه اللي راح تكون الاولى اللي راح تكون بالصينيه اللي جوا. هاي اللي سولفنا عليها، الصينيه اللي ترفع به هالشكل هذا. ليش؟ لان فطيره الباي عموما التارت او الباي تكون يعني هشه، فلما تكون عندي انه احاول اطلعها بدون ما موجود هاي الرفع راح تتفلش، فانه على طول تطلع بهالشكل هذا وراح تكون كامله عندنا. اليوم ما راح نقص الزوائد مثل كل مره، اريد بس اريد اشيل الشيء الزايد هنا. انقل هاي، خلصنا منها نجيبها على جنب. نبدي بالمرحله المهمه جدا اللي دائما يسالوني عنها، شلون تسووها او شلون يعدوها. راح تشوفون شلون نسويها. راح تكون عندي 9 خطوط بالطول و9 خطوط بالعرض. شلون راح تشوفون؟
على كيف نوي العجينة، ونحرص إنه المكان اللي نشتغل به دائما يكون بارد. سمعت علاوي؟ بارد. هاي رسالة العلاوي المصور، بارد. الشكل هذا لا تتعبوها العجينة هواية، لأن أبدي أعدل. راح تشوفوا في الشكل كلش حلو، دائما يسألوني عنه. كونت عندي نقدر نقول مربع، إن صح التعبير، مسطرة. مسطرة عندي نقيس منها وقيس منها تكون شكلها ثابت. أوكي، أبدي بيش، أبدي سنتيم ونص أنيشن، سنتيم ونص الشكل هذا. بعدين أبدي، أنا عندي زيادة أكيد أعدلها. تنتبهون على هالمرحلة كلش انتباه يعني شديد. نبدي نقطع، تسعة طول تسعة عرض راح يكون عندي شوية بالضبط، تسعة بالطول وتسعة بالعرض راح يكون عندنا. هاي وين راد الهواء حطه باخر؟ راد لها مهندس، هو ضروري جدا انه تملك كل الصفات بالنسبة للشيف انه يكون مهندس كل شيء. مهندس على ثلاث هندس تقريبا. التفاح اللي سويته أنا ما راح أقدر أستخدمه لأن حار. أنا عندي تفاح عديته، نشوفه هسه، هذا هنا وهذا هنا، هذا نفس الشيء بس حار. حار راح يأذي لي الخطوط اللي سويتها وراح يموع الزبد عندي، فلازم أستخدم شيء بارد. ضفت التفاح بهالشكل، اهم مرحله بالباي اللي هي راح نشكل الشكل الحلو بالوجه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عصر الشمة ماني، سبعة، هاي ثمانية، ثمانية مو هم الرياضة الصباحية، وهاي تسعة. بالكم يمي، أربعة بأربعة، نرفع الوحدة بالنص ونرفع منها ونرفع منها، نرجع بين سطر وسطر بالضبط، نرجع منها. أوكي، خلينا هاي هنا، احسب احسب، رجعنا صار، نرجع منه عكس اللي سحبناهم بالبداية، هسه ما نسحبهم، ناخذ البديل عنهم. احنا راح يكون عندي مقياس بالنص اللي بين أربعة بأربعة اللي هي بالنص تقريبا. صار، نرجع وين؟ على البالنص. اي بالضبط، نرجع على البالنص، نحول، شوفوا، نرجع نخلي هنا، رجعهم. حلو،
تتعب على شغلك يطلع حلو. صح. لو اي شيء يصير بالدنيا معادله دائما اقول لكم اياها، تنطي شغلك ينطيك. ارجع كم من شغلك ياكله الوليد. صح. نرجع هنا اخر شيء بالضبط، ياكل اكل طيب الولد. الشكل هذا صار عندي هالجانب، شوفون الشكل اللي صار عندي. تأكيد هسه الله اكمل بعد ثلاث خطوط عندي. ها بعد ثلاث خطوط او اربعه؟ اي للجانب الثاني. اسف اليوم طولت. شكرا امتناني لادارتنا الموقره اللي انطتني الوقت اليوم. الشكل هذا باعتبار انه اني محتاج عدد يعني معلوم من الخطوط فماكو داعي انه افتحها هواية. ابدي اعدل منه هالجانب. اشيلك بعد ما نحتاجه. ارجع بالمسطرة كذلك اشيل هاي كذلك بالمسطرة. لقينا 9 طول و9 عرض. بالضبط. ممكن يسووه بس لازم عدد فردي. اها. لازم عندك 7، 3 بـ3، 1 بالنص. 11، 5 بـ5، 1 بالنص. لازم تشتغل على عدد فردي. عدد فردي مو زوجي. بالضبط. لا فردي احسن، زوجي شنو؟ سنجل. نرجع نكمل. ايش عندنا احنا الشكل هذا؟ نرفع ذولا دائما. ليش عدد فردي مصطفى؟ لان اني اريد يزيد عندي واحد بالنص زياده. نرجع نرفع ذولا اللي سويناهم. واهم شيء المشاهدين ركزوا وياك. بالضبط. لازم تركيز ضروري كلش انه يشوفون. بس هي سهله معادله، بس يبدون اول وحده بالنص يرفعوها. بالضبط. بعدين العكس راح يبين. بالضبط راح يبين عندهم يرجعون بعدين العكس بالشكل هذا. يبقى اخر وحده عندنا. لا لا هذا مكانها. هاي صارت بهالشكل هذا. القفله الاخيره اللي عندنا بيها. اي شيء عندكم سكينه سباتول اي شيء موجود اوكي. هم ممكن. هم مشكله. الشكل هذا اصبح الشكل النهائي اللي عندي. اي نعم. اخير شيء عندي بيض ودارسين ونكهه كراميل. هم راح اضيف انه انا الون الوجه بيض ودارسين ونكهه كراميل. شوف الشكل شلون طلع حلو مصطفى عندنا. والحلو بهاي العجينه انه مو من العجان النفاخ اللي راح تصعد، فراح يبقى الشكل عندك نفسه. راح اسويها بالبيت حتى اجيب لك اياها تذوقها. خلاص نفس الشيء. الشكل هذا صارت بهالشكل هذا. وشكل سهل انه تقدرون تعدوه بسهوله. راح تكون بهالشكل هذا عندي. يعني
يعني سبحان الله حتى الطبخة تأخذ وياك رمشة وتستوي. أوه سبحان سحار. ما شاء الله. فيش طلعت. وقفت قبل ما أقطع. ثواني. عفوا هذا الشكل العجينة يكون ثابت. ممكن أي شكل بس أني. اللي دائما اشرح عنه يا مصطفى عندنا بعملنا كمطبخ الشكل ثم القوام ثم الطعم. الطعم يجي مهم لكن كشيء مهم عندي الشكل والقوام. يعني دائما نقول العين تاكل قبل الحلق. بالضبط هاي مجسديها بالنسبه كسياحه او انتاج اطعمه انه انا اشتغل انه الشكل والقوام ثم الطعم مهم جدا انه اشتغل عليه. هذا يا طلب بس بدينا لا آسف هسه راح تقطع. راح استخدم وياه صوص ستروبري. استخدم وياه الكراميل شوية لكن بطريقتنا المعهودة المختلفة. آسف اليوم كلش طولت عليكم. الوقت كله لك. طريقة اللي نقدم بيها بس الشكل هذا. صار. تأخذ تسميات. التشكيلية. اوكي الشكل هذا حتى احب القارنش مع الطبق انه مو شيء معهود صفط وهذا لا النهبات اكو اشياء تعرف تعرف بالضبط. حتى استحي فخربط هاي انا يمين بوقت قلت ليش أوقف لا خلوة دقيقة شوية تبرد عندي هي بهالشكل هذا راح تكون أوقف لي يعني هسه أنا لازم أنتظرها تبرد يلا أكلها بالضبط خليها تبرد ضجت بابا قلت لك ما تنقاس أي والله هي شوية يبرد يراد له بس هو بهالشكل هذا طلع عندي بالتأكيد هذا اللي صار عندي قهرت لي انه لازم تبرد يلا طلعت من المود انا هسه كلش اي والله انا راح المود راح هي عموما كباي يحتاج يبرد واني يعني من كلش اجيت من وقت لهنا حاولت انه اكملها بس على العموم انه وصلت الكيك يمكن عرفان العفو يمكن الكيك بصوره عامه لازم يبرد قبل تقطيعه انه لازم يطلع يبرد من القالب يبرد اي بس هي كان لازم تكون اقوى من هيك لا اذتني هاي لا مو لانه بعدها حاره والكل منتظرها صفق له ولا حراره وبشغف صفق اذوق اذوق انا ارد اذوق سيدنا المخرج صفق له ولا بس قل لي سيدنا المخرج انا ارد اذوق زي يعني اليوم مسموح عرفان مو مال بس وحده لا شوي لقد والله عاشت ايدك بس حاره صحه وعافيه عاشت ايدك صحه وعافيه قلبي مشاهدين الكرام انا بين ما راح ابلش واكل الفطيره خلينا نروح نشوف الرياضه الصباحيه لحلقه هذا اليوم وبعد